في الشان ديال الجزائري، واحد المغربية كانت خدامة في الكافياك. المهم تعرضت للتحرش على الأقل على ما كتقول هي، ياك حد الآن هذه تهمة، تعرضت للتحرش من صحفي من البنا، هو جا تما للشان تحرش. مغربية قالت كانت الصحفي تحرش بيا، وماشي غير هي، شهادات نساء اخرين قال كانت خينا هذا راه ما كيحترمش المرأة، واللي شافها كيتلاح عليها، ومن طبيعة الحال هنا تيحقر على العربيات، ما غيديرهاش مع الفرنساوية ولا العربية اللي يديرها. شنو غيدير دراجي؟ سمعوا شنو غيقول باش عفوا، انسان مريض ومضروب العقل. سمعوا شنو كتبوا. يبدو أن الصحفي البنيني فيليكس بيري بيري ديري شي حاجة بحالك بيري 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 المعاقب من طرف الكاف لمدة 5 سنوات، وكاتب بين قوسين دون تحقيق، يعني راه مظلوم. طبعا هو كذاب، دار تحقيق وجابوا أدلة وغيكونوا شافوا الكاميرات واستجبوه وبدا كيترعد وعرفوه بأنه هو اللي درا لمدة 5 سنوات بسبب قضية تحرش خلال شان الجزائر، ياك. ذهب ضحية تحرش من نوع خاص، لأنه يا سلام مسكين الله مسكين هذا الرجل هذا، لأنه أبدى إعجابه بالتنظيم الجزائري الرائع وأمله في فوز الجزائر بتنظيم الكان. قال لهم واو 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 هادشي اللي درتو راه عجيب، ويا ريت لو الجزائر دير الكان تنظم الكان هذا ديال الأمم 2025، وهي الجريمة التي لا يمكن التسامح معها في نظر الخوة. أنا اللي بغيت نقول سمعوا غير الكلمات اللي قال لك، أن أبدأ إعجابه بالشان وقال لك يا ربي تنظم الجزائر الكان، غير سمعت شي جات المغرب شنو دار، صفت العيالات يقولوا بان هذا راه تحرش بينا حيت قال هاد الكلمه هذه، نات المخابرات ولا دي اس تي ولا الجيرد والجدارميه والقوات المسلحه والجنرال دو كور دارمي فاروق والكبار الكبار 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 ديال المغرب، ودار اجتماع وزاري طارئ برئاسه رئيس الوزراء، وكا شنو نديرو لهاد الصحفي ديال البناء؟ اشنو نعملو معاه؟ شماش نعملو؟ واش ماش نعملو الخاو؟ شنو نديرو معاه؟ راه نصيفطو ليه المغربيات ويقولو تحرش بينا. واش هاد السيد حمق مضروب العقل؟ اولا نقولك فوجك، انت ماشي راجل، ما فيهش الدم ديال الرجولة. انا نقول علاش، تخيل هادي اختو، تخيل اختو ولا خالتو ولا وحدة من العائلة ديالو ولا مرتو، تخيلها وضحية ديال التحرش، اش غيكون الموقف ديالو هو؟ وانا نقول للدراجي واحد القضية، الغرب قضى على التحرش وجريمة التحرش بالنساء وشي حاجة عندها حساسية كبيرة في الغرب. كيفاش كانت البداية؟ انهم كيصدقوا المرأة، حيت انت من المنطقة اللي جاي منها والعقلية الذكورية العرباوية الخامجة بالنسبة لك المرأة لا شيء، لذلك هاد السيدة والسيدات سيدات أخريات قالوا دير هاد السيد هذا راه قليل أدب وما كيحترمش ما كيحترمناش، على يعني الأقل على مستوى الاتهامات، ياك. الغرب قضى على جريمة التحرش من بدا كيتصنت للمرأة، لذلك في أي دولة في الغرب أي مرأة كتجي كتقول راني كانت تعرض للتحرش من فينا، كيقولوا ستوب، كياخذوا الأمر بجدية وكيبداو التحقيق، ولا كيديروا ليه الانترابمنت، تيدير مثلا الفخ، يصيفطوا ليه شي وحده ويراقبوه، ولا يديروا كاميرات في عين المكان ويتاكدوا واش هادشي صحيح ولا غير صحيح. هكذا الغرب حارب وقضى على جريمه التحرش بالنساء، ولو ما كانش هادشي كره مازال في الغرب حتى هو في هاد الجريمه النكره، لان